استقبلت مطرانية الجيزة المهنئين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. ومن جانبه قال محافظ الجيزة أحمد راشد في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن المصريين شعب واحد وأعياد المسلمين والمسيحيين واحدة. احنا زي ما قالت الرئيس احنا شعب واحد، احنا شعب واحد، اعياد الاخوه المسيحيين هي اعيادنا، اعياد المسلمين اعيادنا جميعا. فاحنا موجودين النهارده بنهني قداسه الانبا سعوديوس وبنقول له كل سنه وانت طيب والاخوه المسيحيين بخير، وان شاء الله دايما نتجمع في الاعياد. احنا مصر طول ما هي يعني بهذا الشعور اللي احنا شفناه امبارح في افتتاح الكاتدرائيه ومسجد الفتاح العليم وتواجد السيد رئيس الجمهوريه وكل قيادات الشعب المصري موجوده فعلا وشفنا الروح دي، ان شاء الله مصر يعني هيديم ربنا عليها الامن والامان دايما ان شاء الله، وهتبقى ان شاء الله في مصاف الدول المتقدمه قريبا جدا ان شاء الله باذن الله. الحقيقه فخامه الرئيس عمل عظيم جدا في مصر كلها وفي العالم، ورساله مهمه جدا لما هو يجب ان يكون عليه الانسان في التعايش وفي المحبه وفي الاخاء. والقصة كلها موجودة في إنسانية الآدم وآدميته، إزاي أنه يسلك في وطنه ويحب وطنه ووطنه يكون له بقيله، وهو الوطن ده اللي يبني الكنائس، هو الوطن اللي بيعمل الجوامع، هو الوطن اللي يبني الإنسان الصالح. فطبعا العيد له بهجة خاصة أنه رسالة خامة الرئيس قوية جدا، وده إدانا طمأنينة أنه بكرة يكون في مصر فيها إيه. مصر بكرة تكون بخير.